في عهد تعمير سيناء والصحوة للحفاظ على الأمن القومي، وفي قلب المنطقة السياحية بالمصبط، بيجي مجلس المدينة يعمل إزالات لصالح ضابط متقاعد راح بالتدليس، خصصوا له 4000 متر في سقطة من التخطيط العمراني في أرض فيها ناس ساكنة وبيوت، ودعا ان هو مستثمر، وده المستثمر ده المنشأة بتاعته اسمها الوايت هاوس، ودي عاد التخصيص بتاعها باسم بدوي. صدر له قرنين أوضاع، صدر له ان هو حق انتفاع ب 4000 متر عليها ناس وبيوت لصالح مين؟ بتشرد الأسر، لصالح مين؟ بيزيد الاحتقان في سيناء. هل ده وقت مناسب للأمن القومي؟ هل إجلاء الناس اللي جم وتعبهم وبنوا البلد دهيت وشاركوا في ثورتين، هل جزاءهم إن تتهد بيوتهم وتتدمر كده؟ هل ده بيخدم هدف الدولة في تنمية وتعمير سيناء كمسألة أمن قومي؟ كان في أسرة البلدوزر جه الصبح هد السور وروع الأمنين، طبعا رب الأسرة كان في شغله، ودخل البلدوزر والناس خرجت، الأم تصرخ. أستاذ رضا، ازيك يا أستاذ رضا؟ ازيك يا أستاذ محسن؟ ايه الموضوع؟ الموضوع يا أستاذ محسن إن أنا كنت مسافر ورجعت لقيت ولادي بيقولولي وهم موجودين جوه، ومراتي جم نزلوا البيت دهوت بدون وجه حق، في حاجات جوه وفي ثلاجات وفي جبال وفي اساس جوه، نزلوا البيت دهوت وراحوا داخلين على البيت اللي جنبي هدين السور، واولادي كانوا هنا اهوت، مراتي دخلت ده السور ده بتاعك اللي هدوه، يا ترى كان معهم اي قرارات من المحكمة او عملوا يعني قرارات. مراتك واولادك كانوا لوحدهم هنا ومحدش استأذنهم ان هم يدخلوا البيت؟ قال لها ههد البيت عليكي اطلعي برا، ههد البيت عليكي اطلعي برا، ونزلوا السور ده هو، حتى العجل بتاع اولادي كان مربوط جنب السور، نزلوا السور، يعني لو عيل من اولادي كان بيلعبوا جنب السور ده هو او حاجة كان عيل مات فيها. احنا مش ضد جبت الدولة ولا ضد ان احنا نرضى التعديات على ارض الدولة، لكن سيناء ليها وضع معين، في قصور في مسألة تقنين الاوضاع. انا اكتر مع حق الانسان في السكن وان هو يعيش امن في بيته على حرماته التي انتهكت بواسطة مجلس مدينة دهب وبمعرفة السيد المحافظ الهمام اللي هو خالد فودة. وانا بستغرب ناس ليهم بطولات وليهم تاريخ عسكري، كنا بننام قرير العين اثناء خدمتهم، ازاي لما يجوا يكملوا مشوار كفاحهم من الحرب للتعمير، ازاي يطوع قلبه يهد مساكن الناس دي علشان